هو سيف من النجف. 22/4/1993. وشنو سؤالك يا سيف؟ عن الدراسة. روعة، عن الدراسة إن شاء الله أجابك. شكرا يا سيف. سيف من النجف 22/4/1993 وسأل عن الدراسة، رائعة جدا يا سيف. تبذل مجهود وحتى لو كان هذا المجهود قليل راح تحصل، راح تتذكر كلامي، الفلك يدعمك والحظ يخدمك هذا العام، بالأخص إذا كانت النتائج راح تجيك بالشهر السابع مثلا أو الشهر الخامس أو الشهر الثالث، كل هذه الأشهر تدعمك فلكيا وإيجابيا.